تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة عين مليلة بدعم الوحدة الرئيسية باثنين غطاسين بتاريخ اليوم على الساعة 4:30 لأجل غرق طفلين ورجل في بركة ماء عمقها حوالي ثمانية أمتار بالمكان المسمى حي الرقايزي عين مليلة ولاية أم البواقي. الطفلين تتراوح أعمارهما بين 7 سنوات و12 سنة، أما الغريق الثالث فيبلغ من العمر 43 سنة. تم إجلاءهم بواسطة إسعافات إلى مستشفى عين مليلة وعملية امتصاص المياه الراكدة بالبركة متواصلة من طرف مصالحنا.